مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، برحب فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا شمال. تحية لكم بكل المناطق اللبنانية وتحية من القلب لكل المغتربين، ودائما بنقول لهم لبنان مشتاق لكم. فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله هالمناسبة الكريمة بتكون محطة لتجديد المحبة والتسامح واللقاء والحوار، ومحطة أيضا بالتواصل بين جميع أبناء الوطن. اليوم أجواء العيد أجواء متميزة بشمال لبنان ولا سيما مدينة طرابلس، مدينة المحبة والسلام والعيش الواحد، كما أيضا أجواء العيد عم بتعم كل المناطق الشمالية. وإن شاء الله هالأجواء الأمان بفضل الجيش اللبناني والقوى الأمنية بضل سائد بكل المناطق اللبنانية. اليوم حلقة غنية، نحن وياكم والكاميرا الزميل أمين سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. الإفطارات الرمضانية طبعا بتجمع الناس من كل المناطق، ودائما ضمن أجواء المحبة وأجواء اللقاء وأجواء الوحدة الوطنية. اليوم غرفة التجارة والزراعة والصناعة بشمال لبنان برئاسة الأستاذ توفيق دبوسي جمعوا الإعلاميين ليكرموهم، وبحضور أيضا أعضاء الغرفة ومجلس الإدارة. كان لقاء عائلي متميز، ودائما مثل عادته الأستاذ توفيق دبوسي كان حريص على راحة كل الضيوف. وبعد الافطار كان في جوله باسواق طرابلس عشيه العيد للاطلاع على اجواء العيد داخل الاسواق الشعبيه بمناطق طرابلس. نحن مثل كل سنه شارع عزمي هو ملتقى للشمال كله، كل الضياع كل المناطق بتجي على شارع عزمي، واجواءها كانت ممتازه السنه. اجواء العيد غير شكل، خاصه هون بالشمال وعندنا بالمنطقه. جايين نحن من سيدني من استراليا وجايين عيد ونحتفل مع الأهل مع القريبين. الحمد لله الأجواء كثير منيحة والسوق كثير منيح، والحمد لله كل شيء إيجابي وفي أمن وفي كل شيء وفي شغل بالبلد وفي حركة والعالم كثير مرتاحة نفسيا. يعني جايين عيد بالشمال وجايين هيك نعيش أجواء العيد بالشمال كمان، لأن احنا بنعتبر الشمال هو فعلا العاصمة الثانية للبنان، وأجواء العيد بالشمال ما بتتفوت، بتحديدا بطرابلس. وين كنتم مسافرين؟ أنا بالكويت، عايش بالكويت، بشتغل وعايش بالكويت. خبريني عن جو العيد بطرابلس، شو بتعملوا عادة تحضيرات العيد؟ أوكي، أكيد يعني ما فينا نخبي كعك العيد وهالأشياء اللي بنضلي للصبح سهرانين تنكون عم نخلصهم، وهيك ما بتحس حالك فيك تنام، لأنه رغم كل شيء عم بيصير بالبلد بس كتر خير الله. بعد العالم بتحب تعيد، بعد العالم بتحب تقول ينعاد عليكم، وإن شاء الله كل أيام بعد الأيام الجاي بتكون أحلى. العيد بطرابلس ولا أقوى من هيك، عادات وتقاليد يعني من جيل لجيل وعم نلاقيها كل سنة هون بالمدينة. يعني الفرح اللي بيشوفه بالنهار وبالليل بيغلب على كل شيء. هاليومين كانت الحركة لا بأس بها جيدة، بس سابقا لا كانت بالمرة مش منيحة، بس على كل أحوال الحمد لله كل شيء من ربنا حلو. على كل أحوال إن شاء الله يعني هالإصرار اللي عندكم إنه منكم قبلانين إلا ما تكونوا ناجحين ومأمنين بإنه هالوطن وطنكم، وطرابلس دائما مناضلة بإيمان من أجل وحدة لبنان ومن أجل أمن لبنان ومن أجل استقرار لبنان. البلد هلا في وضع آمن تماما يعني، وفي نزول من كل المناطق بلشت ترجع على طرابلس، وبحالة الأمان الموجودة شعرنا بفرق كبير. رحنا كل عيد وأنتم بخير، وينعاد على الشعب اللبناني كل وعلى طرابلس مدينة طرابلس. بنتمنى لبنان كله بيكون بألف خير. Oh.
في سرور للجميع ان شاء الله، وان شاء الله يعني اعياد هيثم بيننا ما في حروب ما في شيء باذن الله تعالى، وان شاء الله يكون احسن من اول. يعني كم وزن هي اللي حملها؟ هذه 55 كيلو تقريبا. الحمد لله رب العالمين، اجواء العيد كثير جيده وعندنا من كل شيء الحمد لله رب العالمين. اول شيء من عيد الامي الاسلامي بخير، ومن عيد كل الشباب وكل الصبايا، ومن عيد كل اول شيء كل عام وانتم بخير وكل رمضان وانتم بخير. ينعاد عليك ان شاء الله بالخير واهل عكار. نحن بعكار هون الحمد لله الوضع منيح، الامني والاقتصادي. استاذ زاهر حلب، يعني انتم من الناس اللي اجيال ولا اجيال بهالعائله الكريمه عم تهتم بصناعه الحلويات بطرابلس، اليوم اجواء عيد الفطر، خبرني عن اجواء العيد بطرابلس. اول شيء ينعاد علينا كلياتنا، عيد الفطر مناسبه الكل بينبسط فيها، وبنحس انه في عنا رهجه للعيد عم بتكون موجوده معنا. بتبلش من أول أيام رمضان وبتدلها مكملة لحتى نوصل لأيام العيد الفطر، خاصة بتزيد يوم بعد يوم وبتخلي يعني منحس إنه في فرحة موجودة داخل طرابلس. لا إنه نحن جينا على طرابلس ومعروفة طرابلس بالحلو، مش هيك جينا نشتري حلو من هون، وعارفين خاصة إنه على حلو رمضان. ينعاد عليكم أستاذ منذر وعلى تلفزيون لبنان وعلى كل اللبنانيين وأهلنا بطرابلس والشمال. الحمد لله حسب ما لمسنا من أصحاب المؤسسات التجارية بأنه الحركة مقبولة، والحمد لله الناس بالبسمة على وجههم، وواضح أنهم عم يتحضروا للعيد وعم يتسوقوا للعيد، ونحن منشوف أنه هالمدينة فعلا مدينة مناضلة من أجل الأمن والأمان والسلام والازدهار، متمسكين بذاتهم، متمسكين بوطنهم وبشركائهم بالوطن. مركز انعام الثقافي بطرابلس طبعا بترأسه السيد انعام ياسين الصوفي بحركة دائمة، ودائما تواصل باعمال الخير ان كان مع الايتام او مع المسنين، واليوم افطار بيجمع المسنين وذوي الحاجيات الخاصة بمطعم النور الصوفي بحضور اعضاء الجمعية واصدقاء واعلاميين. شهر عظيم ورب كريم، فمنذ أن كتب الله على المؤمنين الصيام في شهر رمضان وباركه بأن أنزل فيه القرآن، أصبح هذا الشهر شهر تكثر فيه التوبة والطاعة والتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة والأعمال الصالحة، وكيف لا يكون ذلك وفيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر التي يغفر فيها ما تقدم من الذنوب. وهكذا يصبح الشهر الكريم ذا مكانة خاصة عند المسلمين، يتسابق فيه إلى التقرب لنعمته وتقواه بالطاعات ويفرح بقدومه. كما عودناكم دائما وفي شهر الخير واليمن والبركات أن نلتقي ونصلح صدورنا برؤيتكم، يا ما بنيتم الأجيال على أكتافكم، استقر الأبناء وترعرع الأطفال، فبمقدار ما يشكل لقائنا عربون وفاء ومحبة يكتسب من رؤيتكم المعاني والمثل والقيم. ألو حبيبي حبيبي لو طلب روحي أنا حلال ما بعمري يوم ردت له طلب، أوه فوق يا باي يا باي. وينعاد عليكم جميعا. سوشيال ويب رئيسة وفخور إذا ما عندنا نشاطات ترفيهية وثقافية وسياحية واجتماعية وإنسانية. اليوم جمعة مع عمال النظافة بطرابلس ضمن إفطار عائلي بكل معنى الكلمة بحضور أصدقاء ومحبين. مجموعة من العمال يلي عم جسدوا فعل الإيمان الكامل بعملهم الدؤوب وتضحياتهم من أجل تأمين النظافة لمدينة طرابلس، وهيدا ما بدل إلا تجسيد
وعملا بالحديث الشريف النظافة من الإيمان. فعلا يعني لازم مش بس توفل كل يفكروا فيكم والكل يكرموكم، لأنه أنتم فعلا راح تكون تستحقوا الذكر. قيام جمعية سوشيال واي بتكريم عمال النظافة في طرابلس هي مناسبة استثنائية ولافتة في حياة المدينة، فيها الكثير من المعاني الراقية، فيها الكثير من الاحترام لهذه الفئة من العمال الذين يسهرون على نظافة المدينة وصورتها وصحة أبنائها وسلامتها. نحن بهالمناسبة اللي نحن اليوم اجتمعنا فيها كانت كتير مميزة، لأنه عم نجتمع مع يلي هني ماسكين نظافة المدينة. هيدي كتير مهمة إنك تقعد أنت وياهن وتفطر أنت وياهن، يعني كتير لقاء جيد مميز. طبعا الشعوب والمدن تعرف بنظافتها، ولا يوجد أساسا عمل بلدي من دون أن يقترن هذا العمل بالنظافة. هؤلاء العمال هم أبناء المدينة وأبناء جوارها، هم الذين يحافظون على صورة المدينة الجمالية النظيفة والبراقة، لذلك لهم كل التقدير والاحترام. بهالفرصة اللي فتحتوا لي إياها بدي وصل رسالة حملني إياها أخذ الأخوان اللي موجودين بالإفطار، يلي قال إنه هو من خلال عمله بيتمنى على أهل المدينة ويمكن بعض أهل المدينة أنه وقت بيكون هو عم بيقوم بعمله بالشارع أن يتعاطوا معه بأكثر احترام وتقدير ونظرة إنسانية، وما يزعجوه أو هيك يستفزون أحيانا بعض الأشخاص بعمله. يعني اليوم اللي كان عم يشوف هيدي الابتسامة وهيدي الفرحة اللي موجودة على وجوه عمال النظافة بهيدا الافطار الثاني لجمعية سوشيال واي، بيعرف قديش هيدي الجمعية زرعت فيهم أمل إنه في مين إسا بعد ممكن يهتم فيهم، في مين ممكن يقدر جهودهم. الله يأذنا كجمعية سوشيال واي كل سنة نضل نعملها ونقدر نشغل على كل المنطقة اللبنانية وكل البلديات. السنة حسينا إنه في تواصل، صار في معرفة بيننا وبينهم، وقت يمكن هو الجزء أو شريحة من المجتمع ما حدا منا بيتعاطى معهم ولا حدا بيعرف كيف شكلهم. اليوم حسينا إنه لا، صاروا هني شركائنا وصاروا أصدقائنا، وكان في كتير من المحبة والألفة بيناتنا، ونحن مكملين بهالمسار هيدي. كتار من الناس بيقولونا ليه عم تعملوا وشو ولا شو عم تعملوا ومين عم بيعملوا وبيستحقوا وما بيستحقوا. أكيد بيستحقوا، أكيد نحن عم نعمله لأنه مؤمنين فيه، وأكيد نحن مستمرين فيه، مش بس مستمرين فيه بطرابلس، نحن عم نفكر إنه هالمشروع هيدا ننطلق فيه على مناطق عديدة مع جمعيات معينة بكل منطقة. والهدف الأكبر يلي نحن عم نشتغل له هو إنه ناطرين لحتى يصير في حياة دستورية ويكون في انتخاب لرئيس الجمهورية، لنرجع نقدم طلب باسم جمعية السوشيال واي لحتى يكون في نهار وطني لعمال النظافة بلبنان. رمضان كريم ورمضان أحلى بمدينة طرابلس، خصوصا بمركز العزم الثقافي بيت الفن، مثل ما عم نشوف جسدوا المدينة بعاداتها بتقاليدها بقيمها بهالمركز. اليوم عم نشهد يعني سحورات رمضانية، أجواء حلوة، أجواء محبة. أستاذ عبد الناصر ياسين، بعرف هالشغل الحلو من شغلك، تصميمك وتنفيذك، خبرني كيف اجت على بالك الفكرة. أول شيء أهلا وسهلا فيكم رايا شمال، اللي عطول أنتو ركن من أركان مركز العزم الثقافي بيت الفن، واللي أنتو عم تضووا علينا والله يقويكم، لأنه عن جد صرتوا رقم مهم بالشمال. الفكرة هي بتعرف مدينة طرابلس هي الغنية بكل تاريخها وتراثها، كل مرة عم ناخد حقبة صغيرة، يعني أخذنا من احنا الحقبة المملوكية بثلاث معالم اللي هن الآثارات الإسلامية اللي هن فيهم الإبداع المعماري، بنينا على أساسه الحركة ورجعنا الناس بالذاكرة ل 700 سنة تقريبا لورا لحتى نرجيهم جمال هذه المدينة بالفترة المملوكية، عدا عن الإفطارات اللي هي السحور اللي هي عم تصير ضمن التكية الدراويش العثمانية اللي هي تميزت فيها مدينة طرابلس. Thank you.
مدام ندى عم نلاحظ هون قلتوا طرابلس المدينه الى هالمركز، قد ايه في شغل، قد ايه بتتعبوا بالشغل؟ ولا هون بيت الفن مركز العزم الثقافي هو صار جامع لكل شيء، نشاطات ثقافيه وملتقى اهل الثقافه والعلم، وهيدا هالشيء بنفخر فيه يلي بيعكس صورة طرابلس مدينة العلم والعلماء. مركز العزم الثقافي مثل ما بيعودنا كل سنة بياخد ثيم معين، السنة نحن حبينا ننقل التراث الإسلامي المملوكي خاصة بطرابلس على بيت الفن، ونذكر طرابلسيين وشماليين ولبنانيين بهالتراث العريق، أنه طرابلس هي المدينة المملوكية الثانية بالعالم. التحضيرات أخذت شي شهر تحضير، مثل ما شايفين نحن أخذنا نموذج من جامع مسجد طينال ومسجد البطاسي ومسجد المنصوري الكبير، وجاو رجعنا حارات طرابلس القديمة على قلب الميناء قلب بيت الفن. بقدر اقول انه 30 يوم بطرابلس، 30 كل شهر رمضان طرابلس ايامه بتكون ايام سعاده ومحبه ولقاء الاحبه وسهرات رمضانيه. وطبعا السهرات الرمضانيه بتيجي امتى؟ بعد ما الواحد يكون قايم بكل، بنعرف كل المساجد كيف عم تكون فيها الحشود المطلوب بهال بهال بهالشهر الفضيل. نقابة المهندسين بشمال لبنان والنقيب مارس لبعين اليوم أقام إفطار وتكريم للمهندسين القدامى بشمال لبنان وأيضا المنتشرين على كل أرجاء الوطن. كان إفطار عائلي بكل معنى الكلمة بحضور نقباء سابقين بالإضافة لمهندسين، وقدمت لهم دروع تقديرية. أنا أكثر واحد مقصر تجاه نقابة الحلوة اللي اسمها نقابة المهندسين بطرابلس، بشرفي بعترف. بس يا عمي اتصالهم فيني لتكريمي بشرفي أحلى أحلى شيء بحياتي. السنة للحقيقة كان في فكرة اللي هي فيها نوع من عربون شكر للناس اللي أسست هالنقابة، اللي طلعوا بفكرتها، اللي أسسوها من الستينات، طلعوا بفكرة تأسيس النقابة. كانت عبارة عن مكتب، كانت مجموعة مهندسين بفضل جهودهم وبفضل جهود النقباء السابقين والمجالس المتعاقبة نحن وصلنا للي نحن فيه اليوم. نحن عم نكمل لنقدر نحافظ للي سلمونا إياه، سلمونا أمانة وواجبنا نحن اليوم نحافظ عليها. فكان أقل شيء ممكن نعمله اليوم عم نكرم هالزملاء المهندسين اللي صاروا أكثر من 50 سنة من تسمين للنقابة، اللي انتسبوا من سنة 66 وما قبل. مبادرة الحقيقة فكرة انطرحت باللجنة الاجتماعية وانعرضت على مجلس النقابة اللي كتير أعجب بالفكرة وكتير أيدها وتبنى الفكرة، وتواصلنا مع قسم كبير منهم. للأسف في منهم في البعض غادرنا بسلام، وهون اليوم إن شاء الله بيكون هيدي عم يشوفونا من السماء من فوق وعم يطلعوا على هالنشاط التكريمي لألون. وفي القسم الأكبر اللي يزال على قيد الحياة واللي احنا حبينا اليوم نستضيفهم بحدث، وكلهم اليوم انبسطوا بهالفكرة الجيدة، وفي بعض منهم حبوا يعملوا هني مبادرات بين بعض جو عائلي ويستذكروا تاريخ هالمسيرة الكاملة لهالنقابة من حوالي 57 سنة ولتاريخه اليوم. نقابة
مهندسين عندنا اكيد نشاطاتنا بالمدينه بطرابلس وبالشمال مبدئيا. هالنشاطات هي اذا بدك هيك اكثريتها علميه وثقافيه واجتماعيه. اليوم نحن عم نكرم زملائنا المهندسين اللي خدموا نقابه المهندسين طيله 50 سنه. هالمهندسين هاو لهم فضل كبير على النقابه، أعطوا النقابة الصرح اللي شفناه اللي عم نشوفه اليوم، ودعموا النقابة بتعبهم وبشغلهم خلال فترة 50 سنة. بقى نحن أقل ما يمكن أنه نكرمهم. مركز الخدمات والشؤون الاجتماعية في بلدة لبنين عكار عم يقوم بخدمات اجتماعية متميزة على صعيد البلدة وعلى صعيد القرى والبلدات المجاورة، واليوم عم ينظم احتفال بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية وبرعاية رئيس المنطقة التربوية بشمال لبنان السيدة نهلة حميتي احتفال بمطعم سيتادل بالعبدي في عكار. هالاحتفال طبعا تضمن نشاطات لمدارس ومؤسسات تربوية شاركوا بفقرات فنية وضمن حضور فعاليات سياسية وثقافية وتربوية وحشد بين المهتمين، والمدارس أبدعت بهالحدث المتميز. طبعا كان بتنسيق من ياسمين الرفاعي، أما مركز الشؤون الاجتماعية الخدماتية في بلدة لبنين فهي مديرته السيدة صفا مرعب الرفاعي. أهم شيء مهرجان الربيع الأول هو تم بالمشاركة مع وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، الاشتراك مع الجمعيات، مع المدارس، مع البلديات، يعني تجسدت باقة من المشاركة كل الفعاليات الموجودة يلي تعنى بالطفولة وتعنى بالأمهات لحتى تظهر هذا المهرجان على الشكل اللي حنشوفه هلأ، واللي حيضم أنشطة من المدارس بالإضافة للتنسيق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. مركز الخدمات الإنمائية في لبنين هو اللي خطط وأنجز لهذا الموضوع طبعا بالتعاون مع دائرة عكار. أول شيء نحن بنشكركم كإعلام لأنكم عم تغطوا يعني كل هالنشاطات وعم تشجعوا عليها، وهذا شيء كتير مهم. ثانيا فعلا نحن بنتوجه لوزارة الشؤون وخاصة لمركز يعني الخدمات الإنمائية ببنين على هذا الجهد الكبير الذي بذله من أجل إسعاد الطفولة والأمومة فئان، لأنه عنوان المهرجان وفاء للأمومة وحبا بالطفولة. طبعا ما أحوجنا جميعا في هذه الأيام إلى أن نعيد الجميع إلى دائرة الحياة، إلى دائرة السلام، إلى دائرة التعبير الحر بشكل لائق ومسؤول وهادف إلى مجتمع أفضل إن شاء الله. أنا أول شيء بهني مركز الشؤون الاجتماعية على النشاطات الدائمة اللي بيقوم فيها، كانت على مستوى النظافة. أنا متابع نشاطات مركز لبنين من أول ما بلش المركز، رئيس المركز جدا نشيطة، ونشكر وزارة الشؤون على النشاط والدعم اللي بيقدموا ليه، وكمان حضرتك أستاذ منذر نشكرك ونشكر تلفزيون لبنان على اهتمامك بهالنشاطات الدائمة لوزارة الشؤون، وخاصة هذا النشاط اللي بيدعم الأطفال وبيحط بسمة فرح لهم. نحن حد هول الأطفال يدلن مبسوطين ومرتاحين. مدام صفا مرعب الرفاعي، حضرتك مسؤولة المكتب الشؤون الاجتماعية بلبنان، اليوم في نشاط متميز يعني المدارس حولك، المؤسسات حولك، كيف تم يعني الإعداد لهالنشاط؟ صراحة نحن من شي شهرين تقريبا قررنا نعمل مهرجان اسمه مهرجان الربيع 2016، منسق بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن كناس موجودين بمنطقة ببنين ومنطقة كبيرة ونطاق المركز كبير، فقررنا انه نعمل شي شراكي بين هالتنين، وكانت الفكرة انه نعمل من كل مدرسة نشاط صغير، ان كان مسرحي ان كان هيك، بمناسبة الربيع الطفل الأمومي، وهيك كان تم التنسيق. اولا بتوجه بالشكر لمركز الشؤون الاجتماعيه بعكار لهالمبادره يلي قاموا فيها،
وجمعوا مدارس عديدة رسمية وخاصة بعكار حول معرض ولوحات فنية واستعراضية رح يقدموها التلاميذ ونشوف إنتاجهم. بشد عقيدهم كتير، وأنا من المشجعين دائما لهيك معارض ولهيك احتفالات ولهيك نشاطات ثقافية وفنية وفولكلورية ورياضية كلها سواء أنا بشجعها. أكيد كلمة شكر كتير كبيرة لوزارة الشؤون الممثلة بمركز ببني الموجود بالمنطقة هون، يلي هو عم بيتابع بهيدا النشاط وعم يجمع المدارس والأطفال والطلاب يلي هني موجودين فيها لحتى دايما يحسوا بهالجو الفرح مع كل الأجواء اللي موجودة بهالبلد. يعني ما فينا نقول إلا اللي هي كتير صعبة. أهم شيء إنه يضل على قليل هالجيل يلي هو جيل المستقبل يحس إنه في أمل بهالبلد ويحس إنه في فرح لو بالمنطقة اللي هو موجود فيها ضمن رفقاته وضمن المدارس المجاورة لإله. بالختام مع أصدقائي بتمنى لكم أعياد مباركة وإن شاء الله فترة سعيد أنتم والأصدقاء والعائلة وخصوصا المغتربين اللي قصدوا أرض الوطن ليعيدوا مع عائلتهم. وموعدنا بيجدد معكم إن شاء الله بالأسبوع القادم. كان معكم منزل المرعبي من شمال لبنان، أما تصوير الأمير سليمان، وإلى اللقاء.